يا تاكسي يا تاكسي، النبي توديني العنوان ده في اكتوبر احياء ابوه. هاخد 100 جنيه بلدينا. هو انتوا مستعجلين على الفلوس كده ليه؟ الفلوس كتير والحمد لله. عايزهم مقدم كمان؟ اها اباي. في ايه يا بلدينا؟ المحفظه كانت في جيبي، المحفظه كانت في جيبي هنا، باين اتسرقت ولا ايه؟ يبقى يعوض عليك ربنا. اه يا بلبل الكلب، عملتها فيي. طب وكتاب الله لجيبك، ان شاء الله توصل مغاغي. ما تخلصنا يا بلدينا، معاك فلوس ولا روح انا لحال سبيلي؟ يعني انت يا اسطى عايز تروح لحال سبيلك وتسيبني اني لحالي هنا؟ طب اعزم علي عزومه مراكبي، اقوم انا اقول لك متشكرين يا زوج واسيبك تتكل. يا سلام، بسيطه. اتفضل يا بلدينا وصلك. حلو عزومه المراكبيه دي. متشكرين يا زوج، يلا بقى اتكل. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتعمل ايه يا جدع انت؟ انزل ونزل الحاجات اللي انت حطيتها في العربية دي. اطلع بينا على اكتوبر واني هدي لك حقك هناك وفوجيه بوسه. اقول لك وفوجيه البطة دي. لا يا سيدي، انا لا عايز بوسة ولا بطة. دي بطة ام نادي، انت فاهم الكلام؟ دي مش اي بطة، صدقني ده انت هتاكل صوابعك وراه. يا عم انا مش عايز بطة، انا عايز حق التوصيلة. حق التوصيلة هتاخده هناك، اني كلمتي وحدي. وانا اضمنك منين؟ لك حق، لك حق، ما انت ما تعرفنيش. خبير كلها شهر ولا اتنين ويبقى اسمي زي الطبل عنديكم هنه في مصر، وتلاقي صورتي في الجرانين كمان. جرانين؟ يا عم انا في دلوقتي مين هيديني فلوسي؟ بص في الورقة دي، بص فيها زين وشوف مين اللي انا رايح له. جابر منصور صاحب شركة دي؟ شركة ايه؟ وانت كمان معرفتش تستهج اسمها شركة روي؟ وانت بقى لا مؤاخذة شغال عنده؟ لا وانت الصادق انا شريكه. شريكه؟ ما هتصدقش اياه. طيب على العموم كلها مسافة السكة، وتلاقيه هو بذات نفسه اللي واقف على باب شركته مستنيني، وهو برضك اللي هيحاسبك. عارف لو طلعت بتشتغلنا انا هعمل فيك ايه؟ عيب عليك لما تقول كده، عيب عليك. وبعدين انتوا مش بتقولوا الميه تكذب الغطاس؟ ادينا اهو هتصلك بيه عشان يقف يستناني قدام شركته. يا وجعة سودة ومهببة. ايه التليفون اتسرق هو كمان؟ لا التليفون قطع شحن. يا اخويا هي الطيور عم بتكاكي كده ليه؟ خبالة تكون عرسة دخلت عليهم. ما تاخديش في بالك يا بهانة، صب الشاي صبي. طب ما تتصل بنادي يا ربيع، شوف وصل بالسلامة ولا لا. ما قلت لك يا بهانة تليفونه مكفول من صباحية ربنا. وده وقته يقفل التلفون؟ تلاقيه قبض القرشينات وزمنه عاين في بحر فلوس، وحينسانا يا بهانة وحينسى بنت بهتوب. خمسة وخميسة، قل أعوذ برب الفلق. طب جرب تاني كده. أها حتصلك بيه دلوة، وافتح لك السماعة عشان تتأكد بنفسك. ده صوت حريمي دي. ايوه ما هي بتقولك ان تلفونه مكفول. بتقول لي يعني هو سايب داره وحاله وطاره وقاعد يتسرمح في مصر هناك مع البنتة اللي بترد بداله؟ ايه الهبل اللي بتقوليه ده يا بهانة؟ يتلاقيها سكرتير الجابر بيه بتعرفنا ان تلفونه مكفول. ايوه ايوه ايوه، والله انا عقلي عايشت من ساعة فراقه يا اخوي. امسك نفسك يا بنت ابوي، مش ناقصه جنانك انت كمان. اني كمان ليه؟ هو في حد تاني اتجنن في عقله؟ كيف ماني اتجننت؟ بنت اخوك يا بهانة مهتاب. ايوه بقت حالتها صعيبه قوي. اباي لا يا ربيع، انا كده الفار ابتدى يلعب في عبي وقلبي واكلني على الفراخ. انت حتلاقيها من الفراخ ولا من والدك يا بهانة؟ ما تاخديش في بالك يا خيتي واشرب الشاي. الا يكون العرسه بتخنق في الفراريج الصغيره. عرستي يا شيخه فلا الله ولا فالك. على قولك كنت بتقول مهتاب مالها؟ دي بنتك زينه يا ربيع، وبكره هتبقى عال. بكره وميت يجي بكره يا بنت ابوي، مهتاب بقت كيف السلعوه. اباي ايوه دي ما خلتش طيره في البيت غير لما جابت اجلها، وبجيت خايف لا تتدور على البني آدمين كمان. يا ساتر يا رب،
طب وكيف مهملها لحالها في الدار؟ ومين قال لك انني مهملها في الدار؟ هو اني اتجنيت؟ لا يا اخوي، سلامتك مش جنان، ده انت سيدي العقلين. انا جبتها معايا هنا. هنا؟ فين يا ربيع؟ جوه بتلعب مع الفراخ. جوه؟ ما هي تاب جوه عندي بتلعب مع الفراخ. ايوه يا ابو هاني، وفيها ايه دي؟ جايبها تونسك. ما قلت لك لا، ما عايزهاش، ومن ساعة ما وصلنا نادي وقفلنا الحديد وراحت على بيتكم. شبطت تيجي معايا هنا، ودخلتها من الباب الوراني عند الفراخ. واني اللي ظلمت العرسة؟ يا خرب بيتك يا بهاني، يا خرب بيتك يا بهاني. بوي يا بوي، أنا قتلت الفراخ كلاتها يا بوي. يا لهوي، يا خرب بيتك، يا خرب بيتك. نادي أندرويد، نادي أندرويد. الحمد لله على السلامة يا بلدينا. امال فين جابر بيه؟ مش مستنيك يعني. اياك فاكرني هسكت على المهزلة دي، دلوك حتشوف. لا انا عايزك انت اللي تشوف حد يديني فلوسي. بقولك ايه، ما تخلينيش العب في عينيك البخت، ما تجلجلش يا واد عمي. اباي، هي دي بقى شركة جابر منصور؟ يا بلدينا خلصني، ما تعطلنيش، بتوع الامن جايين وانا مش عايز مشاكل. لا ما تقلقش، ده تلاقي جابر بيه بعتهم يستقبلوني، بس انا برضك ما سكتش. في ايه يا اخينا التوهوه؟ ايه واقفين هنا ليه؟ وانت لساك هتسال؟ روح قول لجابر بيه نادي عتريس. طب ما تروح تناديه انت يا جدع. انت افهم افهم، اطلع لجابر قول له نادي عتريس. لا اله الا الله، ما تناديه انت يا عم وتخلص بقى. جابر بيه مش هينادي على حد يا ابويا على الغباء. يا ابن انت قول له نادي عتريس واصل. ايوه كده فهمت، فريق الشركه هيلاعب النهارده فريق نادي عتريس. الله، امال فين اللعيبه؟ اللهم طولك يا روح. يا ابني اني نادي عتريس ماي نيم. انت لوحدك؟ يلا 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 يا اسطى، يلا يا اسطى، خد الجدع المجنون ده وامشي، ممنوع الوقوف هنا. يلا. اروح فين؟ انا مش ماشي غير لما اخد فلوس من النصاب ده. انا نصاب يا راجل يا عديم الرباية؟ ايوه نصاب، وكمان بتقول انك شريك جابر بيه. هو مين ده اللي شريك جابر بيه؟ يلا امشي من هنا، امشي امشي، والا مش هيحصل لك. طيب واني ما همشيش من هنا غير لما تنادي على جابر بيه كده. طيب يام يام، تعال اتوهوه بسرعه. اقول له ينادي على جابر بيه يقوم ينادي على الامن. امسكوا الجدع ده. ايه طيب، أنا هعرف شغلي وياه. يا جابر بيه. ايه ايه ايه، في ايه يا ابراهيم؟ الراجل ده يا فندم هو وسواق التاكسي عامل لي قلق قدام الشركه ومش عاوزين يمشوا. الحين يا ستان، ده جابني توصيله من رمسيس لحد هنا ومش عايز يديني فلوسي. طب خلاص خلاص بسيطه، انت حسابك كام يا اسطى؟ طب باي، هتعملي ايه يا ست انتي؟ 150 يا ستان. يا ابن الحراميه، بقوا 150 دلوقتي. طب اتفضل يا اسطى، فلوس اهي بزياده، وشوفوا رايح فين ووصل. يوصلني فين يا ست؟ بقول لك اني نادي، نادي عطري. نادي براحتك انت يا بلدينا، ما عطلكش. وقف يا ابن الحراميه. ايه في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه يعني؟ ما كفكيش فلوس اللي اتسرقت في القطر، تقومي تتسببي في سرقه البطه والزواده. نطلب له البوليس يا فندم. لا حرام عليك، باين عليه غلبان. غلبان ليه؟ شايفاني لابس هدوم مقطعه من على كتفي زيكي، ايه اللي انت لابساه دي يا فندم؟ ده باين عليه مجنون. قلنا ما يلخبطك، هم يلا روح نادي جابر بيه وقول له نادي عتريس خلينا نعدي اليوم الهباب ده. طب ممكن بس تهدى وتقول لي انت عايز جابر بيه ناديلك على عتريس ده ليه؟ انت كمان سبحان الله نفس الغباء. معلاه معلاهش يا ست، اصل صوتي مبحوح، فعايزه ينادي بدل مني. لا واضح انك مش طبيعي، اتفضل يلا من هنا. وانت مين انت عشان تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ الله، انت اخرك تفتحي لي الباب وتقولي لي اتفضل. وانا غلطانه اصلا ان حلت لك مشكلتك مع السواق. يلا بينا يلا يا بينا يا فندم، ده باين عليه مجنون. مجنون في عينك قليل الحي. على فكره انت مش مجنون وبس، ده انت قليل الذوق كمان. وانا غلطانه اصلا ان حلت لك مشكلتك مع السواق. وانت مالك انت؟ الله، انت ايش دخلك تدفعي لي الاجره ليه؟ اهو سرق البطه ومش كده. طب امشي بقى دلوقتي قبل ما اخليهم يسلموك للشرطه. ما همشي. ايه
ايه يا رويدة يا حبيبتي، في ايه؟ وانت مين انت كمان؟ انت اللي مين وعاوز ايه؟ انا نادي عطريق. هو انت قافل موبايلك ليه يا راجل؟ ده جابر بيه في انتظارك من الصبح. في انتظار مين يا داليا؟ في انتظار ده؟ دي برضك هتلبخ. روحي 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 يا بنت، استوري نفسك بدل هدومك المقطعه من كل ناحيه دي. معلش يا رويدة حبيبتي، انا هبقى فاهمك. اتفضل يا استاذ نيل. طب قسما عظما، شوفوا قسما عظما، اني ما هتعتع من هنا غير لما جابر بيه ينزل يستقبلني بنفسه. اهلا 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 استاذ نادي، الحمد لله على السلامه، مصر نورت. اتفضل اتفضل اقعد. ما جعتش ليه بس؟ الراجل ده كان مجرد سوء تفاهم. قول بقى، ها تحب تشرب ايه؟ ما شربش. معقوله يا استاذ نادي؟ ده انت ضيفنا. طب ايه رايك بقى ان انا اللي هعمل لك قهوتك؟ ابسط يا عم، مديره مكتب جابر منصور هتعمل لك القهوه بنفسها. ما قهواش. اوف، ايه اللي بيحصل ده؟ واني مش قلتلك استنيني برا على ما اجيبلك الفلوس اللي دفعتيها للتاكسي؟ جاية ورايا لحد هنيه ليه؟ بتلاحقيني ليه؟ يا نهار اسود على اللي بيقوله، انت اهبل يا ابني. معلش يا رويد، بص يا ايه رويد بقى، ده اسم اتجابلي به ربني. وانت مالك يا بارد؟ من اللي على جنابي؟ يا جماعة اهدوا بس وفهموا. ما فهمش. ما انت ما بتفهمش فعلا. يا جماعة انا اللي غلطان، ممكن بقى تدوني فرصة أعرفكم على بعض عشان نفضل شغلنا؟ دي يا سيدي تبقى حتة موظفة، لا راحت ولا جات. موظفة؟ اسمعني بس يا أستاذ نادي. اسمع أنت يا جابر بيه، قبل أي شغل ما بينه أنا عندي شرط واحد. لا اتفضلوا بقى، ده كمان بيتشرط. لو سمحت يا رويدة، ممكن تأدي شرط إيه ده بقى يا أستاذ نادي؟ البت اللي اسمها رويد دي ولا رويدة دي لازم تترفد من عنديك ودلوة. يا سلام، عجبتك قوي يا ست داليا؟ امال زيكي نكدية؟ انت تخرس خالص. اتحشمي بقولك، وانت يا استاذة داليا اديها ورقها والأجرة اللي دفعتها ومشيه، وحق البط اني مسامح فيه. حاضر، ده انت تؤمر كده يا داليا؟ ماشي. يا استاذ نادي، انت اصلك مش فاهم الحكاية. لا انا فاهم كل شيء، ماني برضك ابن اصول، وعشان ما بقاش قطع ارزاق انا بقول يعني لو اتفقنا يعني ابقى اصرف لها مكافاه نهايه الخدمه من جيبي الخاص. لا بجد ثانك يو. بس دي يا سيدي بقى ما ينفعش تترفض. ليه بقى؟ ان شاء الله، علشان دي حاجه كبيره قوي في الشركه. كبيره كيف يعني؟ ها كبيره كيف؟ هتلاقيها حته سكرتيره، لا راحت ولا جت. على العموم خلاص بلاها رفض، تعمل هي القهوة. هي مين اللي تعمل لك القهوة انت؟ انت يا ام الهم. اه يا ابن الرويدة. حاضر يا بابي. بابي يا سنة سوخي. طب بالصلاة على النبي كده سمعوني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه؟ عشان هقول لكم سلام عليكم.